تحياتي واهلا بكم في هذا المباشر لبرنامجكم تاكتيك على اوريزون تي في. عواجلكم بروكا، شاءت الاقدار او العاده بان هذه الليله كتعرف ما معروفه ليله القدر، هي معروفه بالضبط شنو من الليله من ليالي العشر الاواخر، انما العلماء كلهم اتفقوا واجمعوا على انها هذه الليله هي ليله 26 من رمضان اللي كتديك الى يوم 27 من رمضان. فهذا الشهر الاخران نسال الله سبحانه وتعالى أهم واحد هو أنه يلطف بنا في هذا الوباء، نسأل الله اللطف، مسألة الرفع ماشي الرفع، فهذه مسألة كتبقى بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله اللطف إن شاء الله في القدر ديالو، ويرزقنا إن شاء الله من عنده فقط الصبر والخير لي الصحة لي كل شيء إن شاء الله. تحياتي لكم وأهلا بكم في هذا المباشر لبرنامجكم تكتيك على اوريزون تي في. بعد قليل عندنا اتصال وارتباط بصديقنا الصحفي والاعلامي عزيز على قلبي كثير، بطبيعه الحال بجريده المنتخب وقع المنتخب جلول تويجر، واللي انسان فيما كتفكروا كتفكروا بالضحكه، وهذه جلول من الناس يعني قلب طبيب وهذا، ولكن المواضيع نكون عندنا مواضيع رياضيه بطبيعه الحال. انما في البدايه تنبغي ندير واحد الاشاره بسيطه على بما اننا نتابع الوباء، فالناس بزاف تقلقت من اننا بقات تزادنا ثلاث اسابيع اضافيه، وانا اوله لانني مولف نشوف الحياه بطريقه اخرى، ولو ما نكونش مستفيد منها، يعني ما نشوفش المحلات حالين وما نكونش دي قدره مثلا، ولا هذيك تكون عندك قدره على قدر الامكانيات ديالك، الحمد لله على كل شيء بطبيعه الحال، فكتشوف الحياه بطريقه اخرى. هذه الحياه اللي ما بقاتش دابا حاليا للاسف، انما ما يمكنش انت خارج النهار كامل وتمشي مع الربعه تسمع شنو غتقول وزاره الصحه، وراه انت خارج شنو غتقول لها وزاره الصحه؟ هاي قالت لك لا راه حنا باقيين وعندنا 400 اليوم، وعندنا الله يحفظ ما عندناش الارقام وعندنا كذا، وراه انت خارج راه انت كاين في الزنقه في الشارع بدون سبب مثلا، تدوش هاد الناس اللي بسبب. لهذا خصنا الا ما كانش بغينا تاريخ اضافي وبغينا نستنشقوا الحياه مره اخرى بطريقه افضل، خصنا نغيروا سلوكنا، وكنبدا براسي انا الاول انا نقول لكم بكل صراحه انا عييت ولكن ما كاينش حل اخر من غير هذا اللي تنشوفوا، لانه مع هادشي كامل اللي ضحينا به ويضحوا بناس بسطاء، شوفوا واش مثلا امين ولا هذا مسؤول كذا كذا من الصالير، سي با غراف يعني مرحله غدوز. شوف الناس اللي ما عندهمش صالير ما عندهمش راتب، شوف الناس اللي ما عندهمش دخل، هذاك الناس اللي مكتاري عنده كرا ما عندوش من يجيب ما خدامش، كاين اللي مسكين مشارك في بيت كيقرا وكاين اللي ما تيقراش مع الناس ومع الطلبه ولا مع ما عندوش منين، كاين اللي سيرفور سرباي في القهوه نادي الماء سرباي ماشي عيب بمختلف، ما عندوش منين ما عندوش ما كاينش كيفاش، كاين اللي خدام مع ديك القهوه في خدمه غير مباشره كاينين موجودين، راه غير ماسح الاحذيه سمحوا لي انا قلت غير تعبير على ان وظيفه كتجيب دخل بسيط، ما هي راه وظيفه كي تعتبر رجل ونص بكتافه وبدراعه، ما تسعى ما تشفر ما تدي حتى حاجه، ولو ان كنا كنسعوا الله سبحانه وتعالى ما عندوش منين ما عندوش. شفتوا داك النهار الناس غاديين معاه ما كاينش كيفاش، هادشي راه في العالم كان حنا بدرجات اكثر لان تنعرفوا الموارد ديالنا قليله جدا وما عندناش مصانع كثيره، ما عندناش كذا اللي يقدروا يشتغلوا فيها ناس كثار. الا حصيتوا عدد المقاهي وديال لي ريستو لي سناك اللي مسدودين والمحلات الصغرى محلابات شي كامل مسدود، راه محلابه كتلقى فيها اربعه الناس خدامين بسيط، هذا اربعه الناس وحسب شحال محلاب حسب شحال قهوه دير لها تاع سته الناس، اذا عدينا انه اكثر من 400,000 مقهى دير سته وشوف العدد، شوف لي سناك ولي ريستورو، شوف المحطات الطرقيه، شوف المطارات، شوف المحطات بطبيعه الحال الوقود كاين اللي البيجي ديالو هبط 70% 80%، شوف هادشي كامل وشوف واش يمكننا نبقاو بحال هكا فقط لانانيه انني تخنقت، انا تخنقت كثار من بزاف الناس تخنقت،
اكيد راه ما بيدنا حيلة من غير اننا خصنا نخرجوا من هذا المأزق. شنو هو الحل؟ هو نصبروا ونتبعوا التعليمات، ما كاينش حل اخر، فقط كإشارة. فنخمي يعني نخمو في الناس كاملين، تاكسيات كما قال سي ياسير، ام غير تاكسيات، تاكسيات، طوبيسات، ناس خدامين تما على الطوبيسات، كانوا الناس كي تنعرفهم من زمان 30 سنة من زمان، هو تيعيش مع دوك الناس كيبيع معاهم الزريعة، عاود مبقاش، مبقاش شيء. هذا دخل، إلا كان كيدخل 50 درهم في النهار، هذا دخل، مبقاش شيء، مبقاش كياخدها، مبقاش كيشوفها. هذه مدة، هذه شهور. صحيح بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، أتفق معك سي محمد، أتفق معك بأن كاين بزاف الناس يستغلون، وكاين بزاف ديال الميادين خص فيها إعادة النظر. ماشي نقدرش نقول هادشي، ما يمكنش أنا نجي نقول هذا كياخذ، هذا كياخذ خصني عليها دليل، دليل ودراسات ومعطيات. للأسف أنا كندير الرياضة، كنتكلم في المجال ديالي ديال الرياضة فقط، لكن أتفق معك لأن أنا مواطن، أنا ما كرهتش ندخل عائلتي ويكون عندي الدخل مقاد، ويكون عندي باش نخلص المدرسة، وعندي باش هذا وباش هذا وباش نكون مرتاح. تحت ما كرهه، تحت مع باش نكون واضح، باش نكون واضح. الى ما رحمناش ريوسنا، ان الله رحمنا، ان الله ما كاين وباء خطير ومرينا الطريقه باش نحيدو من حداه، يبقى في دارك وما ديرش فيه، جاب الله قاد. كاين علماء وكاين اطباء وكاين علم وكاين هذا وكاين هذا، هو نحاول نزيروا راسنا اكثر من القياس، انما ما مزيرينش راسنا، نحاولوا نرحموا هاد الناس اللي دوين عليهم. كما قلت انا راه قليل ولا كثير نقدر نمشي في الخرطه شرق صالح، قليل ولا كثير يعني ما على حسب الظروف. المهم الا جاتني 100 دريال غنمشي 100 دريال، جاتني درهم غنمشي بدرهم. المهم راه كاينه، كاين ناس لا 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 عندهاش. دابا قول لي صباغ شنو صباغ، وتريسيان شنو الدوريسون، وبلومبي شنو دار، وميكانيسيان وسيكليس ونجار وغيره 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 من الحرف، شو داروا 3 شهور وما جالسين، وبزاف 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 الناس شو تديروا؟ لا شيء. لهذا الله يرحمنا والله يلطف بنا والله يرفع عنا هذا البواء، الوباء عفوا، عند الوباء. بالنسبة لمواضيع اليوم طبيعة الحال خلال الحصة غنرجعوا للنقاش الحالي الدائر اللي كاين بزاف العناوين كتخرج هنا وهناك. الحل الأنسب والأقرب للموسم الكروي، بين من ينادي بموسم أبيض، كاين الناس تنادي بموسم أبيض، ومن يفضل الحل اللي دارته فرنسا، هي داك الحساب اللي دارته فرنسا، هل هو ممكن؟ وأخبار عن إتمام المؤجلات وإعلان البطل، هناك من يرفض هذه المسألة. كذلك القسم الثاني، هل بين نار ديال أن يكون موسم أبيض، لأن إلا كان ما عنديش على بطل هنا ما يمكنش كنعلن على بطل تحت منه وطلعهم، هذا امبوسيبل. وهناك عفوا رفض في الجهات بأن يكون عندنا 18 فريق قسم أول، إذا المسألة نصعدوا ونخليو ما نطيحوش، أصبحت مستحيلة على حسب ما يظهر حاليا. أزمة مالية خانقة وغياب جرأة، لأن الناس كتهضر في الكوليس وحشمانة وخايفة، وكاين بزاف الناس كيتصلوا بينا، وشخصيا ضيقت ودرع من الناس اللي كتصل بيا كتقول له دوز تكلم معايا في المباشر، فما تيرفضوا. ما عرفتش أنا بالضبط، لان على عهد فين وليت انا يعني فين ولا بزاف اسي علي، كانت الناس كدوز كدوي، علاش بالضبط العهد هذا ما يدويش؟ تنوش بان سي فوزي قجع ماشي رجل حوار، تنوش بان سي فوزي قجع الا سمع بان عندنا ازمه وعندنا ما نقدروش نكملوا غيتقلق، لان هذا كيبقى رايي. ولنفترض سي فوزي قجع تقلق، شنو هو المشكل؟ يعني مثلا تقلق على واحد قال واحد الكلمه، ما العيب فين نقول كلمه وتقلق ناس وتعجب ناس؟ كتبقى كلمه فقط، راي من الاراء. انا لا احرج بان الناس تخرج تقول ولا ماشي شغلي، انا تنقول بان هناك دابا من كيعيطك وراه خص موسم يكون ابيض لانه كذا كذا، ومني كنجي في المباشر يا سبحان الله تنشوفهم تلقاهم نحن نتبعون
ودي الله يهديكم. تبدا حوار صريح صريح صريح. كاين ناس باغا الفرق تبقى في بريمير ديفيزيون باش تبقى، وما الفرق واحلين حاصلين ما عندهم لا مكتب لا حتى حاجه. اسئله، هذا اسئله نقاش، مش انا اللي غندير لهم القانون. هذا هو النقاش الحقيقي بطبيعه الحال. نقاش نقاش ما فيها باس. واحد يجي يقول كودي انا ما عنديش موارد، فشلت في انني نوفر موارد لانه هذه المدينه ما كتساعدش او كذا او كذا. ما كاينش، ماشي عيب. كلش كيعرف بان مشكل سبونسورينغ في المغرب هو مشكل طبيعي الحال. مساله ما فيها نقاش. هذا هو اللي غنقدروا نقولوا بطبيعه الحال مع الاخوان لصحافة منعزة لفرق البيضاء. هذا واقع، ممكن بأن الصحافة كتبع أكثر فرق البيضاء. أنا معك في النقطة، منحازة لا كتبعوي. لا ما كان معنيش طنجة يا أخي، أنت ما تقولنيش ما قلت، تقولنيش ما طنجة عندها مكتب، ماشي ما عندهاش مكتب. سمعني مزيان السياسيين، لو بغيت معني عليهم نخرج نقول لهم اتحاد طنجة كذا 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 ونتسائل. عندي ما يكفي من الجرأة نقول هذه القضية هذه، باش ما تبقاش مابقاش تدخلني في متاهات وما تقولنيش ما لم اقله. السياسيين الله يجزيك بخير، انا اتساءل فقط. ولو بغيت نكلم اتحاد طنجه على التليفون عيط عبد الحميد ابرشان، السلام عليكم سي عبد الحميد كذا 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 رايكم، دوز معايا ودوز معايا ونجي نقول لكم رفض باش يدوز ولا كذا. وهذا التساؤل كان عندي مثلا لحد الساعه ما درتش القضيه باش ما نظلمش الرجل هذا. ولكن كي شي نظلم انسان ما دويتش معاه، انا ما دويتش معاه باش نقول لك شنو بطبيعة الحال. ما دويتش مع السي ابرشان السي حمزة، ما دويتش معاه باش ما تفهمش، ما دويتش معاه باش نعرف شنو الموقف ديالو. لي حتى الساعة ما لقيت ما دويتش معاه. آخر مرة جمعتني بيه كانت جمعتني بلقاء شخصي أنا وياه، شتو هكذا وشافني وكان آخر مرة، وهادشي راه شهور عنده. أما دويت معاه ما دويتش معاه باش نعرف شنو رأيه مع أو لا ضد، هادي ما عارفهاش بكل صراحة. باش نكونوا واضحين، ما نجيش نظلم انا السيد هنا ونبدا نظلم فيه بالطريقه هذه ولا حيت تكلمتي لا نهائيا. هذا كنتكلم على كل شيء بريمير دوزيام. كاينه فرق ما عندها حتى مشكل وكيقول لك لا خص موسم ابيض ولانه ما يمكنش وسوف. ومني كيجيو كنسمعهم كنسمع ارائهم كنسمع حاجه اخرى كذا تساؤل. انا تنقول كدير تساؤل يا اخي، لو كانت اي العمل غيوقف في العالم لان كاين كذا ما بقاش العمل كاع منذ بداية البشرية. يعني ما يمكنش، راه العمل راه واجب. شي نجي نقول لا ما نخدمش كاين كذا، ما يمكنش، ما عندهاش معنى يا أخي. بطبيعة الحال نعيطوا لصديقنا وزميلنا جلول التويجري يدخل معنا خلال الحصة باش نناقشوا هذه المواضيع وناخذوا آراءكم. سمير الحكم الذي أعلن ضرب الجزاء مرض، شنو هي دي؟ أين اختفى؟ كنظن باقي حكم الآن، باقي حكم لحد الساعة. بطبيعة الحال غادي ناخذ بطبيعة الحال سي جلول. نقرا هاد القضية هادي اللي تكلم عليها سي ابو ادم. اش كيقول سي ابو ادم؟ اتركوا صاحبها تدير خدمتها، كفى من الحساسية الزائدة. راك عارفة سي، ما عندكش ما تقول لهم، لان ثقافة دخلت الان حاليا بطبيعة الحال ثقافة دخلت حاليا عند الجمهور البيضاوي خاصة، بأن أي حاجة قلتيها ما تتماشاش مع المصلحة ديالو فأنت ضده محرجك الطرف الآخر. ماشي أنت ضده، أنت ضده تقدر تفهم لأن مع العاطفة، محرجك الطرف الآخر هو اللي ما تتفهمش، هو اللي ما عندش يعني تفسير. صعيب فتح المقاعي والمطاعم، خص تعقيم الطبلة قبل كل خدمة وكذلك الكراسي إلى آخر، حتى حاجة ما صعيبة. أمين تاعك أمان صاحب مادن محمدي والماص، القسم الأول كامل مؤجل بسبب فشل. أنا بالعكس، أنا كنت أول مدافعين على الماص وشباب المحمدية وحسابين الراك، قلت لا دلب لهم، ويمكن بأنهم مظلومين بذنب ما يقع في القسم الأول من قلة المباريات. سمح لي السي امين غير سولتك. لا مرحبا سي ياسين، انا غير كنقول لك ما تقولنيش شي حاجه ما قلتهاش. يعني انا لم اقل هذا، قلت اودي كذا. راه بزاف الناس كيتصلوا بينا وكنهضروا معاهم في الكواليس، تيقول لك اودي لا وصعب اكمال الموسم وهذا وهذا. ودو ناس ما عندهم حتى مشكل، عندهم حتى مشكل. واتحاد طنجه له مكتب، سمعني مزيان كاودي. كاين ناس باغا غير تكمل، ما عنده لا مكتب لا والو، باغا يتكمل. فين غتكمل؟ شنو غتكمل؟ اولا باغا الموسم يكون ابيض مثلا،
موسم يكون ابيض باش هو هذا العام يمشي له ويبقى في بريمير ديفيزيون فرح هو الموسم الجاي. وشنو وجدتي زعما في مده قصيره 4 شهور دير مكتب وتجيب امكانيات وتقاد الامور وهادشي ما درتيش هادي عام. على بطوله اون سو مومون يا كو لو رجاء هو كي لي زوتر ne font que suivre. لا اتفق. العصبه غندات نفس عميق الى ولغت الجامعه البطوله اخي امين محمد ايت بن علي سامي تقى الشيط لازم ما غيش يبدا توجب الحل لا نهائيا. السي بلعودي قال الموقف ما تنظنش بان بلعودي عنده هذه الفكره ديال الوداد ولا ما تقبيه تعرف الرجل مزيان خصنا نلغيو هذه الافكار. ممكن ما عجبكش هو اخبار دارها ولا جوج ولا ثلاثه هذا شيء وعنده منبر ديالو عنده ما يكفي من الشخصيه ومن المسؤوليه الادبيه بانه يناقشك في الاخبار اللي غيدير او ما يناقشكش. اما مساله انه يبغي ولا يبغي الوداد ولا يبغيش الرجاء فهاد الشيء ما كاين شيء وما باقي ما تلاقيتش الان الى يوم هذا مع شي اعلامي تيقول لي انا ما باغيش هذا ولا ما باغيش هذا ولا لي برو وداد ولا لي برو رجاء ما تيقولوش وما يقدرش يجيبوا لك معاه نهائيا في البرنامج لحد الساعه بامانه. خلينا من اش كيديروا في صفحاتهم الشخصيه هذاك ديالهم شغالهم انا تندوي على البرامج الحواريه. على الخط معنا مباشرة الصديق جلول تويجر. أنا السي جلول. سيدي أمين مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين والمتتبعين ديال قناة أوريزون تي في في ليلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وعند كافة المسلمين. وأتمنى صادقا سيدي أمين أن يرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء ونعود للحياة الطبيعية لأنه لو لم يكن هذا الوباء لما كانت هذه الأسئلة وهذا البرنامج بهذه الطريقة ونناقشوا هذه الأمور كنا يمكن غنناقشوا الأمور ديال البطولة بشكل طبيعي جدا. دابا كنا كندويو على الشان ولا شي حاجة أخرى كنا غندويو على الشان والحصيلة الشان والحصيلة ديال الشان. نعم هذا الشان والبطولة يعني كيفاش يمكن شكون غيكون اللقب اللمان ونبقاو نهضروا إلى غير ذلك ولكن الظروف جات ما علينا إلا أننا نمتثلوا ونلتزموا بكل التوجيهات وبكل التعليمات الصادرة عن السلطات المغربية ونحترموا كل الأمور في هذا الإطار هذا لأنه خصنا نكونوا مسؤولين وخصنا نكونوا وطنيين وخصنا نكونوا ملتزمين بكل التدابير اللي يعني كتصدر عن السلطات المحلية. وكذلك سي أمين باش ما تفوتنيش الفرصة سي أمين وأكيد على أنك تنترك فرصة كاملة سي جلول قوة ما توحشناك وشحال هادي ما ناقشت انا وياك راه هادي مدة بارك الله فيك وهذا سجلوا الحشرة الناس باش تعرف الناس حتى الناس ما البرنامج المريخ الرياضي كتشوف تسمعوه دابا نعم كنديرو قبل يعني راه مباشرة بعد حسن المنيان يعني الناس ما حتى بعد سمعوا السي عادي اللي توا عطى البرنامج وكان كيديروا معايا كمشترك جلول تويجر يعني كان كيكون معايا السي جلول انا ذاك مواضيع ناقشناها و غيروا من حيت ملي كنجي الناس كنقولوا ودي راه ناقشنا وقلنا وهذه ما تيقوناش ما تيسحبوك راه للاسف لان ما كانش بحال دابا لي ريزو سوسيو ما كانوش وسائل التواصل الاجتماعي ما كانوش باش كتوصل بطبيعه الحال المعلومه لانه فعلا لو انه رجعنا للسي امين لهذه المرحله اللي كتهضر عليها يعني كان يمكن انه المواضيع اللي تناقشناها راه هي انيه يعني ديال هذا الوقت هذا يعني بالضبط هذه المشاكل اللي واقعه ديال كره القدم المغربيه وديال الممارسه الى غير ذلك راه تناقشنا ليه سنوات طويله لكن مع كامل الاسف راه كتبقى الامور في نفس السياق ديالها لانه في غياب استراتيجيه وفي غياب واحد المجموعه ديال الامور مع كامل الاسف انها ما كتمشيش في واحد السياق ديالها اللي هو طبيعي. غير سي امين انا كنت في واحد النقطه مهمه جدا هو لابد لان الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الجيوش التي كانت مسانده ومداعمه للوطن لابد اننا نقدم لها كامل التحيه وكامل الشكر على انها كانت معنا للحفاظ على الامن والحفاظ على السلام والحفاظ على الصحه ديالنا. وبالتالي لابد اننا نحييه كذلك جلاله الملك لانه كان هو الراعي الامين وكان هو السباق الى انه باش يوضع الصحه ديال المواطن فوق كل اعتبار فوق الاقتصاد الوطني. وبالتالي هذا التضامن الجماعي اللي تنعيشوه في بلادنا كيعبر سيدي امين على القيم الوطنيه ودع تعبر على الوفاء والتضامن والمؤازره بيناتنا نحن كمغاربه. بطبيعه الحال وانا معك بطبيعه الحال في هذا النقاش. جلول وحنا كنشوفوا الكره وقفات نعم وكاينه واحد الحيره عند الشارع الكروي
وبزاف الناس ما عارفينش شنو هو المستقبل. كان لقاء ديال المكتب الجامعي وديال المتدخلين، قالوا في اقتراحات يعني، نعم وهذه الاقتراحات قيل بانها غادي ترفع بشكل بروتوكول الى الجهات المسؤوله للموافقه او العدم الموافقه على انه يتعطاهم تاريخ استمرار الموسم الى اخره. هذا شيء. نعم كنا كاين اصوات الان كتتعالى في الكواليس، للاسف نعم انا ما عنديش الجرأه باش تخرج المباشر للاسف، يعني كنهضر نعم معاك ما شتيني ما شتك، فعلا ما كاين فعلا بزاف الناس. شنو رايك بعد انت في المشهد الحالي ديال التوقف اللي وصل دابا؟ تقريبا نحن وصلنا راه غادي نتجاوزوا الشهر الثالث دابا وغندخلوا في الشهر الرابع. تفضل. أمين. بداية رجعوا كما تنقولوا رجعوا السنتة إلى الوراء. منطقيا ومبدئيا كانت البطولة غادي تنتهي في 15 مارس، لأنك تتذكر هذا الأمر لفتح المجال للمنتخب المحلي لإجراء المعسكر ديالو والمشاركة ديالو في كأس إفريقيا المحلي اللي كانت غتقام في الكاميرون، على أساس أن البطولة غتوقف لشهر كامل على أن تعود في شهر أبريل، يعني يعني تقريبا يعني نهاية شهر أبريل. مع كامل الأسف، وحنا هذيك الوقيته يعني نستعد للبطولة ديال الشان، إذا بهذا الأمر تيخرج لنا فجأة وكتبدل لنا الحياة ديالنا بشكل عام، وكتوقف الأمور ديال البطولة، غياب الجمهور، غياب المنافسة بقرار من الاتحاد الدولي وبقرار أيضا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذا إلى هذا الأمر يعني كان أمرا يعني اللي هو لا خيار منه. بقات الامر ديال القرارات اسمح لي اسمح لي الحكومه المغربيه. اسمح لي اسمح لي نعم اسمح لي نعم. نجاوب واحد السيد باش يسمع مزيان شنو قال جلو راني غنجاوبو. لغه الخشب تناقش فقط مواقع المواضيع السطحيه والتافهه الاولى، فتح تسجيل كيتكلم على بودريقه وفتح تحقيق في مواقع بطوله 2013 هذا الى كين. اولا داك التسجيل اللي سمعتيه ديال نائب الرئيس ديال نهضه بركان اللي كان اللي دابا هو الرئيس راه داز مع عبدو ربي، داز معنا. نعم وانا اللي كنت محاور معايا، سمعتي مزيان انت عاود سجل الصوت ديالي وسير سمع راه داز معايا انا داك. نعم انا داك. ثانيا تصريحات امين الرباطي درت عليها 7 حلقات حتى 8 انا داك. نعم ميمكنش ليا تحاسبني بانك انت ما كنتيش كتسمع ديك الساعه، ما عندي ما ندير. راه القضيه عندها وقت، راه دابا اليوم ما غنجيوش نديروا قضيه لوكيربي يناقشوها دابا سياسيا، قضيه لوكيربي ولا كيرجعوا للاستنزاف ديال البوسنه والهرسك ولا ما كيرجعوش ليه اليوم. لا ما لا لا يفهمني دابا نرجعوا الى حينه. لا كنقول لي زعما غير باش الناس بدك المناوشه ديال الرجاء الوداديه. لا لا الله يخليكم، اللي باغي يتناوش في هذا النقاش ما عنده ما عندوش لاش يسمع. لا لا شوف لا هو الان لا ينفع. شوف حامد هذا النقاش اليوم هذا النقاش ديال الوداد الرجاء نقعدوا نناقشوا في هذه الامور ديال من يعني في هذه الظروف هذه من يستحق اللقب من كذا وكذا، هذه امورات انا في اعتقادي يعني مش كنظن انت جلو كصحفي غيجي عندك واحد يقول لا سيدي انا اشك في لقب فريق اكس وبغيت نقول غتقول لي لا ما تقولش لا انت غتقول لي ما تقول تاخذ التصريح ديالو ما غتاخذو غتاخذ التصريح ديالو ويتحمل فيه كامل المسؤوليه ديالو صافي وانتهى النقاش. ما زعما ماشي ماشي شي حاجه كيخترعوا شي حاجه ولا هذه. تفضل سي جلود كمل المعطى ديالك كمل المعطى ديالك. اذا هنا في هذا السياق سي امين تيخرج قرار يعني من الدوله المغربيه بتوقيف وتعليق جميع الانشطه الرياضيه، هذا قرار لا رجعه فيه، وبالتالي يعني البطوله المغربيه كان من المفترض على انه باش نشوفوا الخيارات الانجع باش نحافظوا على التوازن ديال البطوله، ماشي على مستوى الملاعب ولكن على المستوى ديال ابقاء اللاعبين في الطراوه ديالهم البدنيه، ابقاء الانديه يعني مستعده للعوده او للا عوده، وبالتالي انت كتشوف بان اللاعبين في المرحله الثالثه هو مازالين في المنازل ديالهم يعني يمارسون التدريب اليوميه ديالهم في الحجر الصحي. طيب الان وصلنا لواحد المرحله جد صعبه. شيء صعبة للغاية. اللاعبين أصيبوا بالملل. أنا عندي واحد مجموعة ديال اللاعبين أصدقاء ديالي. نتجاذب أطراف الحديث بيننا. لا اللاعب ما بقاوش مركزين يعني نهائيا ولاو مقابلين الفيسبوك وهذاك كيبين طاليان وهذا الشيء. هادشي اللي ولاو مقابلين العام هذا. بكل صدق أصابهم الملل. أصابهم واحد الإحباط. يعني الناس ما بقاوش مركزين في التدريب ديالهم. إلى درجة أنه الناس يعني مولفين الملاعب، مولفين التدريب الجماعيه، مولفين الاصدقاء ديالهم، مولفين هذيك يعني المباريات الرسميه في التلفزيون في هذا النقل الى غير ذلك، هذه الامور ما بقاتش، اذا هذا اللاعب ولا تعيش ظروف صعبه للغايه.
اضيف الى ذلك المعاناه ديال الانديه الوطنيه، وما ننساوش هذا الامر هذا، الا كنا غندافعوا على اللاعبين وغندافعوا على المدربين، ولكن لابد من الوقوف عند نقطه مهمه جدا، ان الانديه تضررت بشكل كبير من الناحيه الماديه في غياب. علاش ما عندهم الجرأة يقولوها؟ علاش ما عندهم الجرأة يقولوها في نظرك؟ انا ما عندهمش الجرأة. يعني واش ما عندهمش الجرأة ولا ما باغينش هذا، ولا ما باغينش يقولوا شي كلمه يقلقوا السلطات؟ لان يعني اغلب الفرق عندنا في المغرب بالقسم الاول والثاني هو كتسنى دعم الجامعه والسلطات، راه قليل اللي كيقلبوا على السبونسور وتيقلبوا على المداخل. السبونسور فين هو امين دابا؟ السبونسور فين هو بعدا؟ فين هو السبونسور بعدا؟ السبونسور اللي كان كيدوز في التلفزيون في المباريات ما بقاش، ما كاينش. بالاضافه على ان المنحه ديال الجماعات المحليه اللي كتستافد منها الانديه الوطنيه في شهر مارس علقت ايضا. ونفيدك اكثر من هذا، فاحنا اللي كنا كنهضروا على اليوم على الحجر الصحي، وكنهضروا على التدابير اللي هي كيفاش يمكن نرجعوا البطوله، كيفاش السيناريوهات الى غير ذلك. واحنا انا طرحت هذه النقطه هذه للازمه الماليه اللي تعيشها الانديه الوطنيه. هذا المشكل ان العديد من بعض الانديه، تقول بعض الانديه اللي لحد الان راه تعيش مشاكل ماديه مع اللاعبين ديالها، لان يعني في الوقت اللي بعض اللاعبين راه ما توصلوش بالمستحقات الماليه ديالها اللي مازال لحد الان. ونطالب حميد في نفس الوقت بتخفيض اسعار اللاعبين. في نظرك هذا امر صحي وامر منطقي؟ لا يمكن بتاتا اننا نناقشوا امر وعندنا مشكل، ناقشوا تخفيض الاجور وعندنا مشكل ديال المادي ديال الانديه الوطنيه. فاللاعبين مثلا غنعطيك نموذج، اللاعبين ديال اتحاد طنجه مثلا، وهذا واقع، لاني ما غيمكنش نكذبوا على الناس. داك على حسب اخر اخبار ديالي توصلوا بثلاث شهور اللي كتتسال، على حسب اللاعبين. تنقول لك انا تنقول لك انا قبل ما يتوصلوا. شوف تفضل عطيني الخبر بعد نتاكد مع المسؤولين ديال اتحاد طنجه. تفضل ما عنديش تاكيد، ولكن انا اللي عرفت بانهم هذ اليومين الرئيس ديال اتحاد طنجه راه خرج بتصريحات في اكثر من مناسبه وتيقول لك بانه يستحيل يعني العوده الى البطوله، وتيقول بان احنا بعد استبلاغ رسمي ديال الفريق. بلغ رسمي ديال من بعد يعني من بعد هاد الامور هذه. شوف امين، هاد الامور هذه كتخلق واحد شويه ديال الخلل في المعلومه. يعني ملي كتسمع في بدايه الامر لانه رئيس فريق كيقول بان يستحيل عوده البطوله في هاد الظروف الصعبه، في هاد الامكانيات اللي ما كايناش، وفي هاد كذا كذا، ومن بعد كيخرج بلاغ كذا الى غير ذلك. فانا اعتقد انا كاين شويه ديال كتكون شويه ديال علامات الاستفهام في هاد الامر هذا. ما عليناش يعني تنقول لك يعني الطرف مثلا ناخذ اتحاد طنجه اللي كان عنده مشاكل ماديه كثيره، اللاعبين تيقول لك كيفاش يمكن انك تقوم انت بتخفيض اجر وانا ما عنديش الاجر ديال ثلاث شهور؟ ما عنديش، ما شفتوش هذا الاجر هذا اللي كتهضر عليه نتايا. ماشي غير اتحاد طنجه، اولمبيك اسفي ويعني وشباب الحسيمه وزيد يعني كاين مجموعه ديال الانديه المتضرره على المستوى المادي. اذا حميد اليوم كنناقشوا ما هو السيناريو مثلا الامثل للعوده ديال البطوله. شكرا لك يا حميد. احنا اليوم في الظروف ديال تمديد فتره الحجر الصحي الى غايه 10 يوليو، واش غيمكن اننا نهضروا على واش نرجعوا البطوله؟ انا اعتقد بان الظروف صعبه للغايه جدا. انا نقول لك علاش صعبه للغايه جدا. اولا اذا كان السيناريو ديال لجنه البروتوكول ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تؤكد هذه اللجنه بانه غادي تم اجراء المباريات المؤجله وتجميع اللاعبين في بعض الفنادق اللي هي معزوله، وتجيب الحكام ودير لهم وتحطهم في واحد الحجر الصحي وحديتهم، وتجي وتعقم الملاعب وتختار واحد جوج ثلاثه ملاعب، وتبقى يعني في واحد الظروف اللي شويه فيها الحساسيه الى غير ذلك، في غياب الجمهور، في غياب الصحافه، في غياب كل هذه الامور. انا اعتقد بان الامر صعب للغايه جدا. وغادي الامر هنا يمكن يرتبط بالمباريات المؤجله، يعني اجراء المباريات المؤجله. علاش؟ لانه خص يكون هناك تساوي بين جميع الانديه. حنا وصلنا لديك الدوره 20، خص المباريات كلها توصل للدوره 20، وبالتالي سريع وتزم مشاو الدوره 21. شوف امين خويا، يعني كونوا سريع وتزم الله يلعب الدوره 21 سجلوا، والله العظيم كان معقول. تفضل. نعم يعني هنا في الامر هنايا انا تنظن بان يمكن تلعب المباريات المؤجله في واحد الظروف اللي هي استثنائيه جدا، باش يكون هناك تساوي بين الانديه، وبالتالي نهيو الموسم. لانه صعيب باش تكمل البطوله كامله. انا اظن بان تكمل البطوله ديال القسم الوطني الاول، وتجي تكمل 10 دورات ديال القسم الوطني الثاني، وتجي تكمل البطوله ديال الهوات، وتجي تكمل البطوله ديال القسم الوطني الثاني والاول هوات، فانا اعتقد بانه غندخلوا لواحد المرحله اللي غيمكن انه هي مرحله مرفوضه جدا. غادي نعطيك مثال امين خويا، هو انه
الدوله علقت، انا اقول علقت ماشي دارت سنه بيضاء، علقت يعني الولوج او العوده الى المدارس، العوده الى المدارس، العوده. انا اقول هي العوده دارتها ولكن بيضاء بطريقه اخرى، بطريقه اخرى، على ان التلاميذ يلزمون بيوتهم النقاط ولكن استمراريه، مع الاستمراريه النقاط غتكون حضوريه على المارس، حضوري. وتامتحانات غتكون على المستوى الحضوري، يعني سنه الموسم. تفضل. نعم. يعني هنا كتشوف بان الدوله كانت هناك عمليه استباقيه قبل من ندوت تمديد الحجر الصحي الى غايه 10 يونيو. الدوله اخذت القرار ديال ان التلاميذ ما يمشيوش للمدارس. فانا اعتقد بان كانت هناك اشارات امين، اشارات قويه جدا على التجمعات، لان تعرف جيدا بانه اليوم كاين بؤر. الخطير في الامر هو انه العوده ديال النشاط لواحد الاقتصاد او ديال داخل المؤسسات مخاولات الى غير ذلك، اي شكلت لنا بؤر. اليوم رئيس الحكومه تخوف يعني حتى في البرلمان قال صريح العباره في اخر اللقاء ديالو، قال بانه اسمحوا لي انا ما كانش بامكاني انني نقول هذه الهضره، ولكن راني خرجت مني انا متخوف جدا. اذا هذا الخوف اللي حنا كنعيشوها امين خصنا نكونوا مسؤولين عليه. اولا البطوله اللي كنت غتكمل البطوله في الدورات المؤجله، كتعرف بان كاين هناك مصاريف. لا قبل دابا انت عطيتي الاحاطه العامه، اسمح لي جلو قطعك الا سمحتي. الله يخليك. دابا درتي احاطه، قلت ودي كاينه ازمه، كاين الناس كتسالوا، كنهضروا معاهم على تخفيض اجور وما تيتسالوا ديجا، كاينين فرق كثيره، وكاين ازمه، ما كاينش اشهار، ما كاينش فلوس ديال الداعمين اللي هما المجالس المنتخبه، وهذه بزاف ما واخديش فلوس، وشفنا ديجا فرق راه ما بقاش مع المدربين ديالنا، الدفاع ما بقاش، المدرب ما غيرجع شيء، فودعوه اليوم، ودعوه عن بعد، ودعوه بالتقنيه الزوم وهذا وسلموا عليه ومشى. العمراني كاين صعوبه رجوع العجلاني، حتى هو كاين صعوبه الرجوع ديالو، وكاين المحترفين ديال بزاف الفرق اللي مشاو لبلدانهم ما غيرجعوش دابا، ما غيرجعوش لان الرحلات العاديه. فاذا كان هناك مغاربه داخل وخارج ارض الوطن مازال صعوبه في اننا نلقاو لهم حل، لان كاين المشكل الوباء، كاين المشكل، فما بالك ناس برحلات عاديه ما غيرجعوش. يعني الامتحان ما عارف امتى غادي يكون الفتح ديال الرحلات الجويه، الامتحان ما عارف، تعد ما عنده هذا الخبر ولا هذا الاحتمال بطبيعه. هذا جانب الازمه الماديه. القسم الاول والثاني عيب في البرمجه في القسم الاول، ترخيب ديالو على القسم الثاني، لانه تتولي عندنا خصنا قبل نوصلوا بعد عدد المباريات اللي وصل لها بعض الفرق، نوصلوا ليها بهذه المعطيات كاينه. نعم مزيان. باش نصح نقطه، واحد البلاغ ديال اتحاد طنجه كان جواب على واحد المقال، كنظن شي منبر اعلامي ما عجبهمش شي، وجاوبوا قالوا حنا ما عمر كانت عندنا الاراده، وحنا باغيين نكملوا ونمتثل لقرارات الجامعه اللي كتسنى بطبيعه ما تاتي به السلطات الى اخره. هذا جواب وخبر، ولكن اعدكم بانني غادي نتصل بناس ديال اتحاد طنجه ونتكلم معاهم وندير معاهم تساؤلات في هذه المواضيع، واتمنى بان السي عبد الحميد الابرشاني يجاوبنا ويتناقش معنا في هذه المواضيع. مزيان. باش ما نبقاوش نقولوا خبر كاين او ما كاينش، ناخذوا الخبر من المصدر. هنا هذا تيعطينا سيناريوهات. سيناريو اول اللي كيقولوا بعض الناس، موسم ابيض بدون بطل وما كاين لا طلوع لا نزول، وهذا غير خيب ديالو على القسم الثاني. دابا قعد كان غير هذا كاين اللي كيمشي للثاني، تيقول لا سيدي تعطى البطوله المتصدر ونديروا النظام الفرنسي، وكذلك في القسم الثاني نديروا النظام الفرنسي ومشيو عادي كيف ما داروا فرنسا. واش هذا ممكن؟ ثالث سيناريو، نبداو ونكملوا المؤجلات ونوقفوا عند الرقم اللي وصل ليه كل شيء اللي هو 20 او 21، ومن ثم نقدروا نديروا النظام الفرنسي، وفي القسم الثاني نمشيو بالنظام الفرنسي. ورابع سيناريو اللي هو سيناريو مكلف، وهل هو ممكن حتى من الناحيه ديال الدوله اللي سمحت به، اللي هو ما عرف بانه نستمروا ونكملوا الموسم ونشدوا الفرق وندخلهم في لا كارونتين، ندخلهم في الحجر 14 يوم وندير لهم التحاليل، وعاد يمشيو يبريباريو 4 اسابيع عاد باش نردوهم بالترتيبات اللي هي شبيهه نوعا ما بما يقع حاليا في الدوري الالماني وما سيقع في الدوري الايطالي والاسباني والانجليزي. هذه كلها تصورات. شنو رايك في هذه النقاشات الاربعه والتصورات اللي كاينه دابا اللي هي مطروحه كاحتمالات؟ تفضل سي جنول. سي امين، هادو السيناريوهات تكتب اجتهادات. لا هادو هما اللي كاين، هادو هما الحلول اللي تقدر تكون، ما كاينش شي حل اخر. ولكن الحل الانسب، انا في نظري الحل الانسب انه باش نكونوا على الاقل حافظنا على التوازن العام ديال البطوله. جلول شوف التليفون ديالك اخويا باش يبقى يصور وصلنا صوتك بطريقه مزيانه. تفضل. كتسمعني امين؟ تفضل دابا احسن. تفضل في امين. يعني
باش نكونوا واقعيين اكثر. يعني هاد السيناريوهات اللي انت هضرتي عليهم يمكن انه كان وقع نقاش في البطوله الفرنسيه، يعني ملي تم تحديد البطل ديال باريس سان جيرمان كان وقع مشكل في نقاش، يعني نادو كان هناك انتقادات، كان الناس اللي ما عجبهمش الحال في هذا الامر هذا. حنا ما يمكنش نتبعوا شكون دار هذا شكون دار هذا، حنا غنهضروا على الواقع المغربي ديالنا حنا. حنا واقعنا ننطلقوا منه حنايا. اولا كتعرف بان كاين اجنده ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم. كانت الجامعات وصلت برساله من الكونفدراليه كتاكد لها بانه تحديد الانديه اللي خصها تشارك في عصبه الابطال وكاس الاتحاد الافريقي. وبالتالي انا اعتقد بانه مادام على ان الامر هنا راه خصك تعرف واحد القضيه، راه كاين هناك توافق، وراه كاين واحد اللغه اللي هي ديال التفاؤل بين الانديه اللي ما كيعبروش عليها علنيه. يعني ملي كتتصل برئيس الفريق تيقول لك اودي انا ما عنديش مشكل نستمر ولا ما نستمرش، تيقول لك انا ما عنديش مشكل، انا القرار اللي غادي يجي انا غنمتثل ليه. يعني بمعنى لانه كاين هناك ليونه، ما كاينش هناك معارضه شديده على انه الامر لا خص هذا اللقب يخش هذا لا النزوه خص يكون كذا لا غير ذلك. هناك مصلحه عامه ديال البلاد خصنا نمتثلوا لها. اولا الامتثال للمصلحه العامه ديال البلاد تقتضي على ان نكونوا حكماء في الاختيارات ديالنا في القرارات اللي غادي يمكن تصدر، لان اليوم غامين، اليوم غيمكن نقول لك بان ما كاين حتى شي قرار داخل الجامعه بعد التصريح ديال رئيس الحكومه بتمديد الحجر الصحي ديال حتى 10 ديال يونيو. لحد الان انا كنقول لك تهضر معك، انا اتصلت بمستشار ديال رئيس الجامعه بانه لحد الان ما كاينش هناك قرار نهائي حول السيناريو الامثل لمصير البطوله، ما كاين حتى شي حاجه لحد الان. يمكن يكون اجتماع ديال المكتب المديري، يمكن ما يكونش، ولكن لحد الان القرار بيدي الحكومه، بيدي رئيس الحكومه، هو اللي غادي يشوف واش استئناف البطوله في صالح البطوله المغربيه، واش يعني السيناريو اللي غيمكن يكون ديال المؤجلات في صالح البطوله، هذا هو المحور اللي غادي يكون. اما استكمال البطوله بكامله، انا اعتقد بان حميد من الصعب جدا ان نكملوا البطوله. ولكن يلعبوها، علاش يلعبوا حتى المؤجلات ويوقفوا مثلا؟ مع اذا رجعنا واخا بلاتي رجعنا نمشي معك في هذا الاتجاه. واش كتعتقد بان الانديه جاهزه للعوده اليوم على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني؟ لا، داكشي شغالهم الى قبلوا خصهم يكونوا متحملوا مسؤوليتهم. انا لا اعتقد، ولكن هما خصو يقبلوا. ولكن على مستوى راه خصك تتبع ما دار في الاجتماع ديال الكواليس ديال لجنه البروتوكول اللي كانت فيها هيئه الاطباء وكانوا فيها ناس ديال ناس تقنيين. راه كاين راه بصريح العباره راه الاجماع كان بانه يستحيل العوده في الظروف الصعبه، ولكن بهذا السيناريو يمكن تكون العوده اول هو للمؤجلات، مؤجلات فقط، وبالتالي يكون هناك تساوي بين الأندية على مستوى المباريات، ومن ثم يمكن نخرجوا بقرار ديال شكون يمكن غادي ياخذ اللقب ديال البطوله وشكون غادي يكون الصعود. ولكن اعتقد بانه الامر اليوم عميل، لا ليك انت ولا انا ولا اي واحد، هو صعب للغايه جدا. لان اي قرار غادي يمكن تاخذه في الظروف الصعبه غادي لابد انك غادي تتحمل كامل المسؤوليه فيه. لان اليوم الا كنا كنهضروا على سيناريو ديال المؤجلات يتلعبوا المؤجلات، فتنظن بانه كتعرف بان اليوم فريق الوداد البيضاوي عنده 18 مباراه، بمعنى عنده جوج ديال المباريات مؤجلات. الفتح الرباطي اللي هو في الصف الثاني عنده لعب 20 ديال المباراه. والمولودية جوج عندها 19 نقطه وعندها 19 مقابله، 19 مباراه 34 نقطه. كتهضر هنا كاين التساوي، دونك هنا ملي غادي يتلعبوا المباريات المؤجله غادي تتضح لنا الامور. انا المولوديه الوجديه سي جلول هذه اربعه الاسابيع كان معايا المدرب ديالها اللي هو السي عبد الحق بن الشيخه. وقال لي ودي انا كنفضل الموسم ابيض وندوزو للعام الجاي باش ما ناطروش ما نخسروش عام وعام ادم، هذه مده. وسولته هذا السؤال، قلت له انتم عندكم طموح وكذا، قال لي ودي شنو؟ قال لي ودي دابا راه ما تنديروا لا خدمه لا والو، هادشي راه ماشي خدمه اللي تنديروا، يعني ما هذا ما هذه ما غاتعطيناش. قال لي هادشي ديال لونطريمون في 6 متر وصالون وكوزينه راه ما عنده حتى معنى. تفضل. يا سي امين، ولكن احنا عندنا اجنده، عندنا التزامات على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي. ما تنساش بانه راه حنا خصنا نديروا تحديد ديال الانديه الخمسه اللي غادي يمكن تشارك في الواجهه الافريقيه. وما تنساش السي امين بان الفريق الوطني تنتظروا مباريات على المستوى ديال الاقصائيات كاس افريقيا ديال الكامرون وكاس العالم. حنا ما يمكنناش اننا حنا غنوقفوا العجله بهالطريقه هذه. نقول انا اعتقد الموسم ابيض راه صعب جدا. انا قلت بانه
الانسب في هذه المرحله اننا نجريو مباريات المؤجله ويكون هناك تساوي بين الانديه وبالتالي ناخذوا قرار والقرار غادي يسري على الجميع. لكن هناك اتفاق على اننا نجريو المباريات المؤجله وناخذوا القرار ديال شكون اللقب غياخذوا النازلين الى غير ذلك. مرحبا، اذا كان هناك قرار على انه ليكون موسم ابيض انا اعتقد بان غيكون هناك ضرر لكره القدم المغربيه. نعم. طيب ما قبل نمشي معك الموسم الابيض والقسم الثاني، نمشي معك الاول شيء، هناك من يطالب بانه نقي لو وقفنا غتعطى البطوله للمتصدر مثلا هذه هو الوداد، او نديروا نظام فرنسي ونشوفوا شنو غيعطينا اللي هو في غالب الظن غيعطيك الوداد في الحساب. هل في نظرك هذا ممكن في السيناريو الحالي الموجود داخل البطوله الوطنيه؟ شوف انا تنقول لك انا حسب المعطيات ولا حسب المتابعه ولا حسب يعني كل يعني ما يجري في الكواليس ديال الاجتماعات ديال المكتب المديري وديال لجنه البروتوكول وديال ما يجري داخل الانديه الوطنيه، انا اعتقد بان ولو درنا سونداج اليوم سجلون اسمح لي قاطعتك بزاف اليوم، واش سمعتيني قلت كلمه راجا اليوم في النقاش؟ سمعتني واحد سيد قال لي الله يخليك ما تدافعش على الرجاء، انا ما قيم ما قلتش كلمه رجاء باقي ما قلتهاش. تفضل سجل. انا لحد الان انا وياك ما هضرنا على الرجاء على الوداد. تفضل انا كنهضر على البطوله دابا والسيناريو هذا ديال البطوله وكيفاش يمكن لينا نهضر نوضعوا السياق العام ديال استمراريه البطوله من عدمها، شنو الراي ديالي في الامور. انا اعتقد بانه راه يعني حشومه ما نهضروش في هذا. شوف كنشكر السي علي سمح لي وكنقول لك عظم الله اجركم السي علي. تفضل السي جلوت تفضل. شوف سي امين باش نكونوا شويه هذا، شوف الرجاء والوداد هما قاطرات كره القدم المغربيه، هذا ما فيهش نقاش. يعني عندهم قواعد جماهيريه، عندهم حضور على المستوى الافريقي، فريقان بجوج اللي شرفوا كره القدم المغربيه ما غيمكنناش نناقشوا فيها. ولكن هذا ما تيمنعناش على انه كلما انه كانت هناك امور فيها اختلالات ولا فيها مشاكل، راه من المفروض على اننا كصحفيين كاعلاميين اننا نناقشوا هذا الامر هذا ونفتحوا فيه نقاش. راه ما يمكنش، حنا ما كاينش هناك حساسيه ضد هذا الفريق او ذاك. فانا اللي تنتبع البرنامج ديالك وبكل صدق انا كنتبع البرنامج ديالك والظروف ديالك، ما كاينش هناك تحيز لاي نادي. كل ما كانت هناك ظاهره، انا كنت سمعت مؤخرا سعيد الناصري يعني استضفته، يعني كان هناك نقاش حول هذه الامور ديال اللاعبين ديال الوداد، كاين الذكرى ديال الفضيحه ديال الرابيس. انتم دافعتوا على الوداد يعني كفريق وطني اللي كان من المفروض انه خصو هو يتوج باللقب ديال عصبه الابطال الافريقيه. حنا اليوم سي امين او على الاقل يدار الفار ويتحسب الهدف الوداد ويكمل الماتش. سي امين حنا كنطلب انا شخصيا هذا ماشي ظرفيه ديال النقاشات الهامشيه. حنا اليوم ما عندناش الفرصه على اننا نبقاو نجبدوا انتقادات اللي هي غير بناءه ولا تخدم حتى المستمعين اليوم او المشاهدين اليوم اللي كيشوفونا اليوم وكيستمعوا لنا. راه مفروض علينا اننا نعطيو هاد الناس اللي كيتستمعوا لنا جزاهم الله خيرا في هذه الليله المباركه، اننا حنا خصنا نعطيوه السيناريوهات ونوصلوا له الفكره ونكونوا معاه بواحد الطريقه اللي هي احترافيه في التدبير ديال هاد المواضيع اللي كنناقشوا فيها اليوم. حنا هاد الناس اللي كيشاهدونا وكيسمعونا راه ما محتاجينش لينا. نعم جلول، انا معك بانه شوف ان شاء الله بانه بطبيعه الحال ما عندناش هذه الفكره نهائيا. انا كنناقش معك في النقطه. دونك انت بالنسبه لك ممكن او غير ممكن نجيو نديرو نظام فرنسي من دابا في قسم اول، قسم ثاني ممكن، انا دابا نصمم لك عليها ممكن لان مكملين الماتش. لا شوف ما كاينش المشكل، شوف المشكل كاين في القسم الوطني الاول مزيان. المشكل ديال الجامعه في الجامعه انا نقول لك من هنا حسب المصادر اللي عندي، المشكل ما مطروحش في الهوات وما مطروحش في القسم الوطني الثاني، المشكل مطروح في البطوله الاحترافيه. هذا هو المشكل اللي فيها، المشكل ديال القسم الوطني الثاني. انا مثلا نقول لك بان المغرب الفاسي والشباب المحمديه هادو مرشحين لي، انا في اعتقادي من المفروض انا تنقولها من المفروض بعد الموسم اللي هما قضاو بشكل كبير جدا وهاد الجوج فرقي عندهم تاريخ، من المفروض يكونوا في القسم الوطني الاول. هذا ما فيش نقاش ابدا ما نتناقشوش فيه. بالنسبه للهوات انا كنقول لك من هنايا لان حسب ما كنت اتحدث مع رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم هوات، يستحيل انا نقول لك يستحيل انهم يكملوا المشوار ديالهم. كاين هناك سيناريوهات داخل الهوات غادي يدار، ولكن باش ترجع لان اذا التقطت الاشاره حميد على ان العصبه الوطني لكره القدم هوات كانت قد عقدت اجتماعا طارئا، شنو داروا فيه؟
والمصادقه على جميع النتائج ديال بطوله الهوات، وصدروا هذاك الجدول الكامل بالنقاط ديالو بالمباريات ديالو الى غير ذلك. علاش؟ لانه في غادي يكون شي قرار، لانه غيتاخذ على مستوى شكون اللي غادي يطلع وشكون اللي غادي ينزل، غادي يكون هما جاهزين. هما الان الهوات جاهزين، ما عندهمش مشكل ديال استكمال البطوله، ما كاينش المشكل بتاتا. لان اولا راه المشاكل الماديه في الهوات راه ما نقولكش، راه كاين فرق اللي علقوا التدريب ديالهم، فرق اللي سالاو خلاص مفهوم، راه سالاو ما بقاش اللاعبين تيدربوا، لانه الله يحسن العوان ما عندهمش امكانيات ماديه، ما عندش الرؤساء الفلوس باش يجيو يزيدوا يصرفوا على اللاعبين ديالهم. هذا جانب ديال الهوات، لانه انا كنتمنى حميد على ان شي حلقه ان شاء الله انك دير حلقه خاصه على هذه الانديه الهوات وفهاد الحجر الصحي وهاد المشاكل. سمعت بان اغلبيه فيهم طلبوا من الرئيس، داروا التماس للرئيس الجامعه بانه ينهي الموسم وهو رفض. ما يكملوش رئيس الجامعه يرفض مساله نهايه موسم ابيض في اي نادي كره قدم نسائيه، يرفضها كره قدم نسائيه. شوف صعب صعب جدا. رئيس الجامعه السي فوزي قجي عنده اصرار ديال اتمام الموسم، هذا واضح اصرار من خلال هذاك اللقاء، عنده اصرار لا في كره القدم النسويه ولا الهوات ولا القسم الاول والثاني، باغي يكمل الموسم. واش عنده ضمانات؟ واش هو ما باغي؟ واش هو ما تيقبلش فكره انعدام المنافسه؟ هذا شيء، ولكن واش هو يقدر، هي رغبه شخصيه وماشي رغبه جماعيه، الله اعلم، انا ما نقدرش نحكم عليها. انما اللي واقع هو اللي حد الساعه رئيس الجامعه متشبث بموقف اكمال الموسم. تفضل. وسيدي امين، اذا كان رئيس الجامعه السيد فوزي القجع متشبث باكمال الموسم، علاش خرج البلاغ ديال الجامعه وتيقول لك بانه استمراريه البطوله من عدمها بيد الحكومه؟ ياك هذا بلاغ رسمي. هذا بلاغ رسمي ديال الجامعه، ديال المكتب المديري اللي اجتمع مؤخرا وتيقول بانه مصير البطوله بيد الحكومه. علاش غادي نبقى يعني علاش غادي يخرج رئيس الجامعه ويقول لك انا متشبث باستمراريه البطوله؟ الا كان هو متشبث باستمراريه البطوله ماشي من غدا، من غدا يبدا يعني ويعيط على الانديه ويجمعهم. هذا هذا القرار ماشي بيدو هذا. ايوا اذا انما هو يامل بان الدوله من هنا هو ما عارفش شنو غيوقع من هنا مثلا شهر ولا شهرين، ما عارفهاش. شوف سي امين، القرار اجي نقول لك بانه لحد الان حتى رئيس الحكومه مازال ما تناقش في الامر ديال البطوله، لانه لجنه البروتوكول ورئيس الجامعه يلاه عطاو ذاك التقرير العام اللي كان تم انجاز ديالو من طرف اللجنه اللي تم صياغتها ديالها وتشكيلها من طرف المكتب المديري. اليوم غادي ننتظروا، مازال غادي ننتظروا نشوفوا القرار ديال الحكومه كيفاش يمكن على ضوء السيناريو اللي تعطى ليه. راه ما تعطاش الحكومه مجموعه ديال السيناريوهات حامين، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش واحد مجموعه ديال السيناريوهات تحطهم امام رئيس الحكومه وتقول له هذا 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 هذا، راه ما يمكنش. انت غتشوف السيناريو الانسب ليك، الانسب ليك والانسب. انا تنقول لك ما يتم الترويج له، ما يتم الترويج له، مع كامل الاسف هو انه المعلومه اليوم معلومه هذا الامر صعيب باش تاخذها، حيت ما صعيب يعني في هذا الامر ديال حاله الطوارئ والحجر الصحي وتمديد فتره الحجر الصحي والمشاكل ديال ديال واحد المجموعه ديال الناس باقيين تيخرجوا للاسواق العشوائيه، باقي الحاله الوباء الحاله الوبائيه غير مستقره، كاين واحد المجموعه ديال الامور اللي هي شويه صعيبه. اليوم باش غادي ناخذوا قرار ديال استكمال البطوله، انا اعتقد بانه راه هضرنا في الموضوع ما فيه الكفايه صعيب، ولكن كاين سيناريو هو الامثل اللي تيقولوا كامل الناس، ماشي انا، كلشي الناس كيقول لك اودي نديروا اجراء المباريات المؤجله ومن ثم كناخذوا القرار. يعني نوصلوا للدوره 21 كلشي نحطوهم في دوره 21 صافي الدوره 21 ويتم شوف ويتم الاتفاق كامل مع الناس كاملين. وانا نقول لك واحد القضيه امين، حنا راه حنا مغاربه، ولكن الى وصلنا للدوره 21 لا، ولكن تقدر دير النظام ديال لاراسيون يعني لاراتيو اللي غدارت في فرنسا، ولكن حيت ما فيش جواب واياب دونك الساعه كتلغيها. دير شي دوري مصغر ديال الاربعه ديال الفرق تشوف شكون اللي غادي يدير. لا ما يمكنش، ما يمكنش، لا ما يمكنش. اذا هنا انا تنقول لك ان لا التقنيين ولا الاطباء يعني على حسب الكواليس كاين الامر اللي هو انسب لهذه المرحله والمؤجلات. نعم. اما باش غتبدا البطوله تكملها فتنظر بانه على الاقل خصك اربعه ديال الاسابيع لتحضير اللاعبين على المستوى الجاهزيه. لا جوج الاسابيع بعدا غير ديال التحليلات إيه؟ والحجر الصحي وتشد اللاعبين وتخرجهم من تما جوج الاسابيع. يقال بان التكلفه كتقارب 10 مليار. يقال راه تقدر تكون قل تقدر تكون اكثر، راه حتى حد ما عارف، راه ممكن تقدر تكون، ولكن الانديه راه ما غاديش تكون هي طرف في المعادله ديال المصاري ديال هذا الشيء هذا، باش ندير هذاك؟ لان الانديه كلها الانديه كلها دابا كاين عندها مصاريف ديال الانديه خصها تخلص الشهريه ديال اللعابه والمدربين والاطول وهذه ما يخلصهم الجامعه ماشي هما اللي تخلص الناس.
احنا دابا المشكل سي امين، دابا المشكل اللي مطروح الان حاليا هو هذيك المساله ديال تخفيض الاجور. دابا الان تخفيض الاجور راه خلقت مشكل بين الانديه. دابا اي فريق اللي كتصل به تيقول لك ادينا ما عنديش مراسله اللي هي رسميه تؤكد على انني انا خصني نقوم بتخفيض الاجور ديال اللاعبين والاطر التقنيه فقط. الرجاء البيضاوي خذ المبادره على مستوى الطاقم التقني، واش صحيح ولا ما صحيحش؟ الله اعلم. لا صحيح، طاقم تقني صحيح، طاقم تقني. اما اللاعبين لكن ما شاء الله الطاقم التقني ديال الرجاء هما جوج الناس كانوا محترفين وميسورين، كندوان على المدرب والمساعد ديالهم، تندوش على الناس اخرين، تندوش على الناس اخرين. نعم كندوان المدرب والمساعد ديالو وهما ابناء الفريق، يعني كيشوفوا بحال الفريق عنده عليهم واجب، وناس استفدت لعبات في المنتخبات الوطنيه دونك عرف الدوله تاعي الاسم ديالهم، الدوله ساهمت في الاسم ديالهم كذلك. دونك كنظن بان عادي جدا بانهم يخفضوا الاجور، زيدها بان اجورهم الحمد لله هي ميسوره، راه ما شاء الله عليهم، راه اجورهم مزيانه. تفضل. ولكن كاين هناك انديه اخرى اللي كتعطي مبالغ ماليه مهمه حتى هي ميسوره، ولكن راه ما قامتش بهذه المهمه هذه. كاين انديه اخرى اللي ما لحد الان، انا تنقول لك باجماع الانديه الان، واش انت سمعتي شي فريق قام بتخفيض اجور لاعبيه لحد الان؟ ما كاين حتى شي فريق. لا هي مساله اختياريه ماشي اجباريه، هي مساله اختياريه. هي اختياريه ولا مسعود اوزيل فيسير كامل ديال الارسنال قال لهم لا انا ما نهبطش الصالير ديالي، دابا هما ولاو كيقولوا لي قلب على فرقه. هذا يعني مثلا تبقى اختياري. صافي متفقين معاه، ولكن في الجانب يعني ديال التوصيه ديال 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 الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، شكلت لجنه في هذا الاطار هذا. منها وداديه مدربين، راه خرجت بلاغ رسمي تطلب من المدربين بالمساهمه مع الانخراط مع هذه العمليه ديال تخفيض الاجور. نعم. البلاغ الرسمي ديال الوداديه، بالاضافه على انه الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين اللي كاين في راسو مصطفى الحداوي حتى هو دخل شريك في هذه العمليه هذه لتحسيس اللاعبين بهذه العمليه هذه، لكن النتيجه في الاخير النتيجه ما كانتش ايجابيه. يعني اللاعبين رفضوا لانه تقاس لهم الاجور ديالهم. لان تتعرف حميد خويا، لانه اللاعبين عندهم ظروف، عندهم التزامات عائليه. واخا ما يكونش الظروف، ما بغيتش. نعم كاينه ظروف ولو ما نتفقوش معاه، ولكن يقدر يقول واحد لا، يقول لا. عنده مورد واحد اللي عنده هو كره القدم، ما عندوش موارد. عنده مورد ديال كره القدم يعيش منه، عنده التزامات عائليه ديالو، صعيب باش تجي وتخفض ليه الاجر ديالو. حتى انا نقول لك نمشيو حنا بعيده امين خويا، بعيد الاجور ديال اللاعبين في المغرب شحال كاع اقصى ما يمكن. كاين اللي عنده 25000 درهم، واحد القله كاين اللي عنده 30000 درهم، كاين اللي عنده الاجور. الراجل والوداد. لا 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 كاين، انا كنعرف ناس في الاتحاد طنجة عندهم 18000 درهم. كاين الناس عندهم. شوف، ولكن هذا ملي غادي تجي تحيد ليه من 18000 درهم غتحيد له 30% ولا 40% حميد؟ نعم ماشي صعيب، وخاصة انه فارض عليه ظروف خاصة في الحجر المنزلي، ما تيمشيش يلعب الكرة، ما تياخذش البريمات ديال المباريات، مباريات واقفين إلى غير ذلك. هذا أمر صعب، هذا نقاش هو تيجبدنا باش كنناقشوا واحد المجموعة ديال الأمور اللي هي مرتبطة بالمنظومة الكروية العامة ديال البلاد. هي صعيب باش تجي ودير قرار. طيب الحل الحل الأنسب بالنسبة لك هو المؤجلات، كملوهم ونوقفوا في الدور 21 نشوفوا. حيت لا راه ما كاينش تبداو تقول لهم احنا غنديروا حتى الدور 21 نشوفوا، خصك دير لهم نظام واحد، راه غنلعبوا حتى الدور 21 راه غنكملوا الموسم. يعني شنو هو الحل الانسب بالنسبه لك؟ انت ضد موسم ابيض؟ شوف لا موسم ابيض، شوف انا ما نامنش بموسم ابيض. موسم ابيض صعيب، خاصه ان احنا وصلنا للدوره 21، يعني ما يمكنش نجيو نرجعوا للور. حنا خصنا نكملوا واحد العمليه هذه ونكملوها بواحد الطريقه الاحترازيه جدا. كما اشارت الجامعه بانه غنديروا هذيك العمليه ديال الحجر الصحي ديال الحكام، ونشدوا هذوك الفراقي نديوهم لواحد الفنادق، وهذيك الامور ديال اللوجستيكيه والحمايه والوقايه الى غير ذلك، راه كل هذه الامور تكلف فيها الجامعه على مستوى المصاريف. مزيان، ونكملوا كما جرات في البلاغ، لانه الامور هذه تجرى بدون جمهور، بدون صحافه، بدون غرباء يدخلوا الى غير ذلك. نكملوا اخويا ال 21 ويكون هناك توافق تام بين الانديه. وانا اعتقد حميد امين بانه الانديه الوطنيه ولا الرؤساء ديال الانديه الوطنيه الناس راه عندهم قيم وطنيه، راه ما يمكنش يجي واحد وتقول له الله يخليك راه اش كاين واش كاين، وغادي يجي عارض واحد المصلحه عامه ديال البلاد. حنا سي امين نحن في معركه خطيره جدا ضد وباء خطير. حنا يا ربي غير البلاد ديالنا تسلك من هذا الامر هذا. اش كاين الاقتصاد الوطني؟ الاقتصاد الوطني راه يعني ظروف صعبه للغايه
صعبه صعبه جدا. راه الظروف ولات قاسيه باش نكون واقعيين، الظروف الاجتماعيه ديال المواطن المغربي راه ولات صعيبه جدا. راه ما يمكنش نبقاو حنايا نسكروا، لا خصنا نديو اللقب، لا غير باش نكتبها في الفيسبوك ونتميش شويه على صاحبي الودادي او الرجاوي. امر غريب. انا ما يمكنش نكونوا عاطفيين. امين خويا. العاطفه راه لا تخدم في هذا الامر، ما نكونوا شويه يكون عندنا شويه ديال العاطفه ونبقاو نهضروا غير واحد الطريقه اللي هي شويه ديال المشاعر وديال كذا. راه هذه احنا ذا واقع صاحبي. راه عندنا ناس كيموتوا، راه عندنا ناس كيدخلوا للسبيطارات، كيدخلوا للانعاش. راه خصك تشوف هذيك المظاهر ديال الخوف وديال الرعب. راه هذا هو اللي خصو يشوف الانسان، ما بقاش نشوفوا نفكروا في المصلحه ديالنا. لا خصنا راه ما يمكنش، راه كاين اولويات في البلاد، كاين اولويات. راه انت تشوف امين الناس تضرروا على المستوى الاقتصادي، الناس مساكن شدوا المتاجر ديالهم، الناس شادين القهاوي، الناس شادين المطاعم، العيادات، المطارات مشدودين. انا تلقيت كنت مع واحد الصديق ديالي اللي هو طبيب اسنان، تيتكلم على انه راه قال لي وكيل الدراسه راه تنشرات، راه 80% من اطباء الاسنان هما الان في ازمه خانقه، ما خدامينش هذه دابا شهرين. انا عطيتك نمشي معك بعيد، قبيله دوت على الحرفيين ودوا. انا كندوي معك على ناس اللي مثلا راه هذا وراه طبيب ما يبقاش يشوفوا الناس، راه الناس ما كتدخل حتى درهم، ما كتدخل حتى ريال. امين حميد امين خويا. واش انت في نظرك، انت حنا اللي كانت عندنا هذه الليله المباركه، هذه الليله هذه اللي كنا كنمشيو فيها المساجد وكنمشيو كنعبدوا الله سبحانه وتعالى طيله ديك الليله كامله، وكنديروا واحد صله الرحم بيناتنا في المساجد، وكانت داك واحد الفرحه عارمه ديال الاطفال الصغار اللي كنخرجوهم للشوارع وكنصوروهم وكنعيشوا معاهم الفرحه الكبرى، وكيجي عيد الفطر وكنخرجوا وكنمشيو عند العائلات الى غير ذلك. شوف هذه الامور هذه كلها تم التعليق ديالها، علاش؟ من اجل المصلحه العامه ديال البلاد وديال المواطنين. واش انت دابا في نظرك دابا انت غير كنجيو كنخرجوا قرار غير هكا والسلام عليكم؟ الشريف راه كل قرار تتخذ عن طريق واحد مجموعه ديال الدراسات مع الخبراء، مع المسؤولين، مع اي شيء. راه ما يمكنش نجيو اليوم نقولوا البطوله الوطنيه خصها ترجع، لا الشريف، لا خصنا نرجعوا نلعبوا. راه ماشي هذا، ماشي مسؤوليه ديال اي واحد، هذه مسؤوليه جماعيه ديال البلاد، المسؤوليه البلاد. راه وقف التعليم باش ما يمشيوش الناس للمدارس خوفا من هذيك التجمعات، ومن اللي الدوله كتخرج قرار خصو يتحترم. نعم. ما كاينش فيه النقاش. طيب جلول، القسم الثاني. نعم. احنا دوينا القسم الاول قلنا خصو يكمل، بالنسبه لك حتى نكملوا نوصل الدوره 21، واحد اخر قال سيدي كملوا العام كامل ونهيوا الدوره. القسم الثاني دابا واش ماشي مظلوم وسط هذا؟ الا قلنا الهوات لا حولي بونج، الهوات قالوا رئيس الجامعه الله يخليك غير شوف اش غادي ما نكملوش وطلع جوج الاولين وهذا واللي درتيها احنا معاك. القسم الثاني ظروف مكملين المباريات، صراع كبير بين شباب المحمدي والماس والراك على الصعود هذا الموسم. شو بالك واش ماشي مظلوم القسم الثاني في هذه المساله هذه وهذا النقاش اللي كاين حاليا، ام ان امره محسوم ما عنده حتى مشكل؟ تفضل سي جلو. انا في نظري بحسب المعطيات وعلى حسب كل الامور اللي كتعلق بهذه العمليه ديال الرهانات واش ممكن يدير على المستوى القسم الثاني الى غير ذلك، انا في نظري الامر محسوم جدا، محسوم. واش بقاوش ناقشوا فيه؟ ما ناقشوش. سي ماندوزا الله يجازيه بخير، راجل وطني، راجل غيور على الكره القدم المغربيه، ما غنلقاش معاه مشكل. انا نقول لك لهنايا ما تلقاش مشكل مع ماندوزا. غادي يقول لك سيدي الشباب محمديه والمغرب الفاسي، وحنا ما كنهضروش في اسم ماندوزا. عيت نقول لك، حيت علاش؟ حيت كل الناس اللي كنعاشروهم لسنوات طويله في المجال الرياضي الكروي كتعرف شنو هو التصورات ديالو، شنو تيهز عنده في الفكر ديالو، في التصورات ديالو. انا تنظن بانه ما غنلقاوش مشكل في القسم الوطني الثاني. المشكل راه هو في القسم الوطني الاول. القسم الوطني الثاني محسوم، شباب المحمديه والمغرب الفاسي. المغرب الفاسي ما شاء الله راه شتي اربع النقاط اللي هي فاصله على الفريق الاخر. يعني انا تنظن بانه غادي نظلموا، بهذا المفهوم غنظلموا الناس الا مشينا انا خدينا شي قرار اخر. انا بالنسبه للقسم الوطني الثاني محسوم جدا، صافي الله يجعل البركه. راه الناس راه عارفين شنو كاين، ما كاينش نقاش في هادشي هذا. عمليه الصعود والنزول راه باينه. سي عمر حنا كنقولوا قسم محسوم وقسم لا، لان هذاك القسم الثاني نكمل مبارياته، يعني من الاول حتى الاخر عنده 22 مباراه كلهم من الاول حتى الاخر. القسم الاول ما مكملش دوك، ما تبقاش تفكر في راه الوداد مظلومه وهادو حيتاش كيبغوا الراجل، سي جلول ما تيبغي لا الراجل الوداد ولا باش عرفتي. لا لحد الان
شوف هذه سجلول سجلول، انا عاشرته والله، الا عاشرته بالله. يمكن كان كيميل شويه الفتح الرباطي، ولكن ما تيبغي لا تراجع ولا وداد ولا لا لا ناصر، عندك نقول لك شوف واحد التحيه، عندك واحد التحيه ديال السي منعم المقدم، كيقول لك السي منعم امين خصك تهني صديقي التويجر سيدي سليمان نموذجي، اصابه واحده تشافات، ليله مباركه لكم، وقول لي راه توحشناك وحنا كذلك توحشناك. تفضل، هذا ميساج ديال السي منعم المقدم، تفضل سجلول. شوف السي منعم، السي منعم اولا هو صديقي واخي وزميلي، رجل اللي عاش معايا المحن في حياتي، وانت تعرفها ايضا، رجل اللي كان يعني معي في حياتي اليوميه، وانا اقدره واقول لك بصدق بانه من الصحفيين الاكفاء عندنا في البلاد. نسدوا هذا القوس باش ما يقولش هذا راه يعني تيجاملوا بعضياتهم. المهم ما عليناش سيدي سليمان بعدا يقلي من اولا منطقه نموذجيه. لا لا شوف، عندنا بالنسبه لسيدي سليمان انا متواجد فيها حاليا، كانت هناك اصابه واحده شحال هذه في الاول ديالها، شوف هي تلك الاصابه لحد الان ما كاين ولا اصابه، الحياه عاديه وطبيعيه جدا، ولكن راه ما كاين الحجر الصحي، وكاين صرامه، صرامه في الحواجز الامنيه الى غير ذلك، يعني باقي هادشي كاين، راه ما كاينش. راه حد الان تنهضر معك، انا تنهضر معك في المنزل، وراه الشرطه راه مره كنسمع كدور شويه كدير واحد العمليه ديال المراقبه. نعم واخا سي امين تفضل. انا بالنسبه لي القسم الوطني الثاني محسوم، ما نتناقشوش فيه بواحد الشكل اللي هو كبير جدا. علاش؟ لانه جميع المباريات تلعبات على مستوى القسم الوطني الثاني، ما كاينش مؤجلات، وتنظن بانه الناس ديال القسم الوطني الثاني راه حتى هما راه كاينه واحد الرغبه. لا كاين واحد اخر يقول لك سيدي ما يمكنش نطيحوا حنا، مثلا سيدي قاسم، وانا باقي 8 دورات راه هي بطبيعه الحال 24 نقطه ممكنه، وانا الا جبت لك 24 عين 16 راني غنبقى مثلا. دونك صعيب انا نقول لهم طلعوا طيحوا هادو، صعيب. ولكن كما قلتي كاين قرارات الاتحاد الفرنسي ما فكرش هكا، جا بسم الله السلام عليكم، هذا طلع هذا هبط، وانت هاولي خصو شي حاجه يمشي للمحكمه. تفضل سيدي امين. نعم رئيس الحكومه الفرنسيه ملي طلع في البرلمان راه كان واضح، السلام عليكم السلام، صافي سالينا الرياضه الكره سالينا، ما كاينش نقاش. احنا اليوم امين، احنا اليوم امام موضوع واحد ديال البلاد، راه ما كاينش شي موضوع، شي مواضيع. شوف راه ماشي غير تنهضروا على الكره، راه الثقافه والفن والمسرح والسينما، راه كلشي واقف. هادشي كله راه عنده جمهور، ماشي غير الرياضه اللي عندها جمهور. الرياضه فن، الرياضه راه فن، ما عقلتيش على الكلمه. وهذا برنامج ذكرتيني سي امين، ذكرتيني وجبتي لي واحد المرحله جميله. اشاره السجلول كان صحفي رياضي وكيدير لنا برنامج فني. واشي عرفتي جبتي لي امين اليوم انت، واسمه الرياضه فن. عرفتي جبتي لي السي حميد اليوم، صدفتيني اييه صدفتيني، ولكن جبتي لي واحد مجموعه ديال الذكريات جميله. ايوا شنقول لك، بكل مرحلة واحد الحلاوة ديالها. المهم حنا اليوم كنهضروا مع الناس ديالنا، ديال المشاهدين المستمعين ديال اوريزون تي في، وانا محظوظ جدا سي حميد امين اليوم معك، لان هذا البرنامج ما شاء الله انه اصبح اليوم عنده واحد قدرة على التفاعل، واحد مجموعة ديال الناس، وقدرة على مناقشة القضايا الرياضية الكبرى، وعنده واحد صيت كبير جدا داخل المنظومه ديال الاعلام الوطني. وانا احييكم صراحه على هذه الحرفيه والمهنيه، لان باش نكونوا واضحين، انا راه حيت انا ما عندي ما قل جمل في حتى شي فريق، ولكن غادي نقول لك راه دائما اصر على انه اي فريق عنده اختلالات ولا عنده مشاكل راه من فرض عينك كاعلاميين، انا غنناقشوا ديك الزوايا ديالو بطبيعه، علاش ما كاينش، ولكن ناقشوها بطريقه حرفيه ومهنيه بدون تعصب وبدون ميول لهذا الطرف ولا الطرف الاخر. ومع كامل الاسف هو انه احنا دائما كاعلاميين تنوليو ضحيه ديال واحد المجموعه ديال الناس اللي كيأولوا وتيروجوا وتياخذوا افكارنا وتيردوها واحد ماده دسمه الى غير ذلك. احنا راه اعلاميين، احنا ناس منخرطين في واحد المنظومه ديال الرياضه المغربيه، وكنشتغلوا فيها كاملين في اطار مهني وما يخوله لنا في القانون العام ديالنا ديال الصحافه. المهم هاكي مره كنفتحوا واحد القوس باش بالنسبه نرجعوا عاوتاني. انا يمكن الناس مثلا سي حسن مرزاق ما كيتطابقش معك بان الموسم محسوم في القسم الثاني، وكيقول بان ويمكن انديه بحال الحسيمه وكذا قالوا لك لا سيدي دابا غنلعب هاد 8 المباريات باش ندافع على الحظوظ ديالي. دابا شوف، تحيه للسي حسن مرزاق، هذا واحد الرجل
اللي انا اعرفه شخصيا وعاشرته لسنوات طويله داخل اجهزه ديال الهوات. هذاك الراجل مناضل ومكافح، يعني كان يعني انا اعرفه شخصيا، ولكن راه عندنا حنا اليوم ظرفيه استثنائيه في البلاد السي حميد، ونقولوها للسي حسام، راه كاينه واحد الظرفيه استثنائيه جدا. راه ما يمكنش نبقاو نديروا تاويلات ونديروا اجتهادات ونديروا واحد المجموعه ديال الامور اللي هي غير صالحه في الظرفيه هذه. كاين حاله الطوارئ غنلتزموا بحاله الطوارئ، كاين الحجر الصحي غنلتزموا بحجر الصحي. سي امين، راه كان هناك تفاؤل كبير جدا ما بعد 20 ماي، كان تفاؤل كبير. واش انت ما كنتش متفائل؟ طبعا الحال كنت متفائل على ان الامور يمكن ترجع تدريجيا وكذا، وغادي ترجع البطوله وترجع الحياه العامه ديالنا الى غير ذلك. ولكن راه جا قرار على ضوء معطيات ديال الحاله الوبائيه، ونستمروا 20 يوم اخرى. وملي جا هذا القرار واش ما نحترموش؟ نعم، غنوضوا عاوتاني ونقولوا حنا لا ما يمكنش نبقاو حنا في ديورنا، خرجنا نخرجوا خصنا الى غير ذلك. لا خويا اسمح لي، كاين قرار ديال الدوله ديالنا راه كتبغي المصلحه العامه للافراد ولا للبلاد. راه ما يمكنش نجيو حنا ونجيو نقولوا لا خصنا البطوله تكمل. وباش تكمل عندك شي ضمانات؟ قول لي الضمانات الصحيه. الضمانات الصحيه انا اقول اليوم راه الدوله خطير. سي حميد، الامر الخطير اليوم ولينا كنعيشوا في بؤر. بؤر، وكتعرف شنو هي البؤر؟ البؤر هي اللي كتخلق لنا مشاكل. راه في بعد ملي كتكون الحاله ديال الوباء، حاله الاصابه 45 في النهار، لغد اللي كتسمع 180. ما كاينش حاله استقرار على مستوى الوباء. اذا ملي حنا كنديروا تمديد فتره الحجر الصحي، اذا كاين خطوره باش ما نبقوش نستهنوا بالمرض الى غير ذلك. الا قلنا حنا عندنا سيناريو ديال البطوله على انه القسم الوطني الثاني ما يمكنش يستمر، راه ما يمكنش يستمر. نعم، يمكن خصك الامر، خصك ترضى بالامر الواقع، هذا هو اللي كاين. ما يمكنش تجي نقول ولا ما يمكنش، انا ما خصنيش نطيح، انا ما خصنيش نطيح. شريف، نحن في ظرفية استثنائية خصنا نكونوا وطنيين معها، ولا اشك، انا تنقول لك لا اشك في احد يعني ما عندوش المواطنة ديالو، المغاربة كاملين، وهذا هو اللي يبينوا عليه في الظرفية هذه. راك شفتي تبارك الله ما شاء الله الجمعيات فين انتقلوا الى المداشر، الجبال، القرى، الى غير ذلك، كيساندوا بعضياتهم. وانا اظن بانه في هذه الظرفية هذه رؤساء الأندية غادي يعبروا على هذيك الوطنية ديالهم، وغادي يساندوا أي قرار صادر عن الحكومة، لأن القرار اللي غادي يصدر غادي يكون في صالح كرة القدم المغربية. وأعتقد بأنه هذا القرار اللي غادي يصدر، أنا نقول لك من هنايا كاين السيناريو الأمثل باش نكونوا دايرين توازنات، ونكونوا حنايا يعني غنحيدوا كاع اللبس، غادي نديروا التساوي بين الأندية، وبالتالي نخرجوا بقرار. هذا هو الأنسب. سي جلول، تحياتي، تبارك الله عليك، كنشكرك كثير انك كنتي معنا وساهمتي معنا في النقاش خلال هذه الحصه سي جلول. شكرا سيدي امين، شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا، عواشركم مبروكه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الليله المباركه الكريمه الكبيره والعظيمه ان شاء الله، ان الله يرفع لنا الوباء ونرجع الى حياتنا الطبيعيه، ونعود افضل مما كنا عليه، وتعود بلادنا بما كانت عليه ايضا، وبما هو افضل إن شاء الله بقيادة جلالة الملك حفظه الله. تحياتي لك، شكرا جلول تويجر. غدا إن شاء الله بطبيعة الحال غادي تكون عندنا لقاء، ويكون عندنا نقاش مع زميل آخر سي جمال سطيفي، وغنناقشوا بطبيعة الحال مواضيع الساعة. كنتمنى إن شاء الله لكم كاملين عواشر مبروكة، وإن شاء الله يكون الخير، والله يلطف بنا ويسمع الدعوات الملايين ملايير المسلمين اللي غيطلبوا الله يرفع هذا الوباء ان شاء الله. تحياتي لكم، تحيه خاصه لسي خالد فرحان والسي محمد الواحد كان معنا ورا الكاميرا. الى اللقاء.